كله عدى. هتعدي. انا في واحد في موقف حصل معايا اتفضل. من وانا في نادي الاهلي مدينه نصر، والله العظيم ده حصل، وقعت مني 20 جنيه فالراجل العامل بتاع التكبير يعني، كنت فريق كنت اول لسه في ناشئين. لسه ناشئين اوكي. لقيت فبقوم بنزل اجيبها، فالراجل لقيت راجل مقابلني، انا ماشي اصلا طريق مش عارف انا رايح فين، الدنيا ما بلعبش. لقيت الراجل بيقول لي انت مالك في ايه وشك كده مش، قلت له ما فيش والله طريق مش باين. قال لي بص عايز توصل لهدفك؟ قلت له نفسي. قال لي انت رايح فين؟ قلت له رايح للكشك اللي هناك ده، هروح اجيب عصير وباكو بسكوت اكله كده. قال لي عشان توصل للكشك اللي هناك ده هتقابل واحد هنا يشتمك، وتلاقي واحد يتخانق معاك، وتلاقي واحد يقلل منك، لو وقفت تتكلم مع كل واحد وتاخد وتدي معاه مش هتوصل للي انت رايح له. الراجل ده انا قابلته قال لي الكلمتين دول انا خدتهم وانا اصلا ما اعرفوش، حد ما تعرفوش خالص ولا شفته في النادي ولا يعني شفته كده ولا بس حاجة. هو الطريق بتاعك انت ماشي وبتقابل حاجات كتير، يا بتعديها يا بتقف في المحطات دي تاثر في دماغك لحد دلوقتي، لغايه اللحظه لحد دلوقتي في دماغي. وراجل راجل بسيط جدا، راجل مش محتاج مش عايز حاجه، ربنا بعته لك عشان يقول لك الكلمتين. اداك رساله ربنا اداك اللي هو ايه اللي هو روح كمل كمل. لو قابلته دلوقتي هتقول له ايه؟ هعمل له اللي هو عايزه. هو اداني الكلمه دي، انا فاكرها لحد دلوقتي الكلمه دي، مثلا من ممكن من 9 سنين ولا حاجه. هنا عندي 15 سنه، انا دلوقتي عندي 26 وعندي 15 سنه 11 سنه. سبحان الله وكسرت الدنيا والدنيا فرقت. ممكن الكلمتين دول يكونوا هم سبب كبير في في اللي حصل لتريزيجيه. بالظبط يا كابتن، والله حطيتهم في دماغي من راجل بسيط جدا، راجل بسيط شافني ماشي من دروخ، اللي هو انت في مالك فين انت لسه صغير. اللي هو كمل طريقك، هتقابل ناس كتير هتقول لك مش هتقدر، هتلاقي ناس هتقول لك انت ما عندكش فكره، هتلاقي ناس تقول لك انت جسمك صغير، هتلاقي ناس تقول لك في ناس احسن منك. لو فضلت تسمع لهم مش هتكمل.